السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. رحمة الله. هنا غادي نقول لكم، هنا خديت واحد كيلو ديال الكنازي ديال الدجاج، كلشي تيعرفهم، كلشي العيالات العربيات اللي طيبينهم تيعرفهم. خديتهم انا ماشي اول مره غادي نديرهم، شديتهم درت لهم شويه دقيق، نقيتهم غسلتهم، درت لهم واحد الكتره ديال لحامض وغسلتهم، درتهم فوق النار، ما درت لا الماء لا حتى شي حاجه، ما سلقتهمش، خليتهم بوحدهم تقدر الماء ديالهم وطيبين، غسلتهم ورددتهم عاوتاني. وهاد الكنازي هادو غادي نشدهم ونطحنهم مع هاد البصله هذه اللي في هاد الطاسه، وهاد الثومه، وهاد القزبر والمعدنوس، غادي نطحنهم بواحد لا ماشين، نطحنين بحال الا غادي ديري السردين الحوت المهم، ومن بعد غادي نتلقاو. طحنتهم درت لهم هكذا بحال هكذا مع الثومه ديالهم والبصله والقزبر والمعدنوس. دابا شديت واحد جوج لعق ديال السكسو والسميده، والمهم شي حاجه سكسو والدقيق شويه غليظ، وخلطوه مع هاد الكفته هذه، ونشد جوج د البيضات، وغادي نشد واحد العشق صغير بحال هادوك، ونص ديال الحرقوم، شويه د تحميره ولا بابريكا، و شويه هاد البزار، شويه هاد البزار اللي عندي راه حار شويه، انتما تقدروا على الاختيار ديالكم. وعندي هاد شويه وسي بحال البزار اللي قلنا انا تقطعت ليا التينيفول، انا اللي تنصور وشويه الملح والقزبر يابس. هاد الشحمه هادي، هاد الشحمه ديالت ماشي ديالت البكري، ديالت الحولي. هاد الشحمه خاص نخلطوها مع هذا الكنازي، هادو غادي نفورهم ندير بحال هكذا، بحال الا غادي ناكل سكسو غادي ندير لهم هكذا هاد الكنازي، كلهم غادي نصيبهم، غادي نبدل هادي حيت صغيره ليا باش نعجنهم مزيان مزيان، راه ما غادي نزيد لهم حتى شي حاجه من داكشي اللي درت لهم، وغادي نجي نكمل معكم هادشي. السلام عليكم ورحمه الله. انا رجعت لكم من بعد ما بدلت الاناء والبول، هانا رجعت درت لهم هكذا لهاد الكنازي، ما درت لهم حتى حاجه، غادي نزيد هاد جوج توبات ديال الحرقوم، وغادي ندير هادي تقله، هادي تقله، وغادي ندير الكواري ديالي، من بعد ندير المطيشه ديالي، بطبيعه الحال غادي ندير الزيت هنا، غادي نديرها شوفوا شي بسم الله، يلا ندير البصل ديالي، ومن بعد ملي تقلى البصل ديالي غادي ندير الكواري ديالي حتى هما يطيبو، غادي ندير ليهم الحرقوم ديالهم، ونزيد المطيشة وواحد شي شوية ديال الزبدة، هادي هادي غير باش تكون هاديك المرقة ديالهم مزيانة، تكون مزيانه في لاصوص تيجي زوين وصافي. الا بغيتي تنصبوا الزيتون مع هاد الكواري تقدر ديروهم، الا بغيتي ديروا غير لاصوص هكذاك تقدر ديروهم، الا بغيتي ديروا البرقوق تقدر ديروا مع هاد الكواري. ومن بعد راه عندي
الفاصون اخرى باش نوريكم هاد الكنازي كيفاش تندير ليهم بشكل اخر. رحمة الله رجعت لكم قلت لكم بلا ما غادي نجي حتى شي حاجه. انا زدت شويه الزيت اخر وغادي ندير شويه ها هما ديال اللحم اللي غادي نطيب ديريكت الماء وغنزيد الماء من بعد وغادي نزيد هذا القزبر. والسلام عليكم وغنوريكم الطبق النهايه ديال الطبق. النهايه ديال الطبق ديال اليوم ها هي تنقدمها لكم. صحه وسلامه.